في البرنامج اللي قدامك ده السي اوت دي هتطبع ايه؟ عندك هنا هالو باك سلاش ار ثم عرف الايه، فهل الطباعه هتكون هالو ولا هالو ايه ولا ايه اي ال ال او؟ عشان ترد على السؤال ده لازم تكون فاهم الباك سلاش ار معناها ايه. الباك سلاش ار هي اسكيب سيكونس معناها كارياج ريتيرن، بمعنى بترجع او بتسبب ان الكيرزر يرجع لبدايه السطر تاني، فاللي يحصل ان هو بيعرض هالو اتش اي ال ال او، ثم الباك سلاش ار بترجع الكيرزر يبدا من البدايه تاني، تخليه واقف عامل انتظار هنا، ثم تكمل طباعه تاني، ان طلب مني اطبع حرف الاي فيطبع حرف الاي على المكان اللي واقف عليه، الا وهو مين؟ المكان اللي الاتش موجوده فيه، فكانه مسح الاتش دي، اصبح ان الناتج النهائي بيساوي اي اي ال ال او بالشكل اللي قدامك ده.